بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. هنتكلم تحت العنوان onfocus. الايفنت onfocus ده لما يعني بيشتغل لما الاليمنت يجي الفوكس عليه، تمام؟ يعني مثلا لو انت كنت هنعملها مع انبوت فيلد، الانبوت فيلد ده بينبوت من نوع تكست، لما يجي الفوكس عليه يعني الكنترول يجي عليه يحصل فيه شيء معين، تمام؟ ده معنى اون فوكس. فاحنا مشغلين الاون فوكس ده على فانكشن اسمها ماي فانكشن، والماي فانكشن دي هنخليها يحصل فيها ايه؟ ده الكونتنت ده هنخلي الخلفيه بتاعت الانبوت ده تبقى لونها مثلا اصفر، تمام؟ ده اللي احنا هنعمله. يبقى لما يجي الفوكس عليه او يعني ايه هو كده الفوكس مش عليه، تمام؟ او نضغط تاب كده الفوكس رجع له، او تمام، او ما يجي الفوكس عليه يحصل فيه ايفنت معين. ده اللي احنا بصدد ان احنا نبرمجه ان شاء الله باذن الله. فهنقول مثلا var هناخد اكس فاريبل، الفاريبل ده هيساوي قيمه مين؟ ها قيمه الاليمنت ده اللي هو ايه الاي دي اف نيم، تمام كده؟ جميل. فهنقول له ايه دوكيومنت دوت get element by id، هنحط f name، اوكي. بعدين x بقى بيساوي ايه؟ هنساوي قيمه الاكس، اكس بقت هنساويها هنخليها تعمل ايه؟ او على كده مش مشكله، هنخلي نغير في الاستغلال بتاعها بشكل مباشر طالما احنا عرفنا ان قيمه الاكس هي قيمه الاي دي، فاهمني؟ الاي دي اللي اسمه اف نيم اللي هو الانبوت اقصد يعني، تمام. فهتقول له اكس دوت ستايل، تغير في الستايل بتاعها بشكل مباشر دوت باك جراوند ماله ايكوال تو، ولنفرض مثلا هو في المثال كان عاملها يلو، نخليها احنا مثلا سيان، ونعمل بقى كنترول اس ونشوف ايه القصه. انا عملت ريفريش، رحت عامل تاب، او انا عملت تاب ونقلت الفوكس، رفعت ايدي من الفوكس لسه هو ايه عامل ريمبر ليها يعني، تمام؟ ادي تاب الفوكس عليه، عملت ريفريش ارفع تاب الفوكس بيرجع، طبعا الفوكس بيجي عليه بي انا بعمل له ايه؟ انا بعمل تركيز عليه كده، بشغل الاون فوكس فانكشن، الاون فوكس ايفنت بتاعي. يا رب كل وقت تتوضح مفهوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.